بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الدلي سبورت، تحياتي للجميع. مثل ما وعدناكم طبعا كل يوم بسوريا عندنا نجم جديد وعندنا شخصية رياضية جديدة حنحكي اليوم. أنا بضيافة الكابتن وائل عقيل، تحياتي كابتن. حياك الله، أهلا وسهلا. أول شيء بتشكرك على ضيافة في مكتبك، الله يرزقك يا رب. الله سلامتك. الله يسلمك يا رب. كابتن وائل، بدي أسألك بالبداية، مكان ما انتهى المنتخب الشباب، شو رأيك بمنتخب الشباب مع الكابتن محمد عقيل؟ يعني هو بلشنا بداية جيدة بمباراة فلسطين، كان صار له زمان المنتخب مو لعبان مباراة ودية. حلو. كانت لعبنا أول مباراة مع السعودية ودية قبل البطولة بيومين، ورجع لعبوا مباراة مع فلسطين 26، ارتاحوا يوم 28، ارتاحوا يوم 30. يعني كانت البداية مباراة فلسطين مباراة قوية بدنية، كانت لأنه لاحظتوا كلكم البنية الجسدية للاعبين فلسطين ما شاء الله قوية، واللاعبين بيلعبوا بأوروبا معظمهم، يعني تسعة لاعبين. يعني أجوا على مباراة الإمارات للدقيقة 20، كان المنتخب متوازن، هو الضاغط، هو المبادر، هو قبل ما اجى اول جول شفناه نحن ضربه حره مباشره، والثاني خطا دفاعي. يعني نحن اجت المباراه الحاسمه البحرين، كان المنتخب ادى فيها اداء جيد. نعم. وكانت مباراه تاهل، يعني عمل نتيجه حلوه واداء جيد. منتخب مباراه السعوديه، انا سالته لمحمد انه ليش لعبت هيك الشوط الاول؟ يعني انا ما حبيت لعب دفاعي، اسلوب دفاعي. قال لي انا ما بدي افتح المباراه مع منتخب السعوديه، بدي العب مباراه مغلقه الشوط الاول واول 10 دقائق الشوط الثاني، بعدين بدي اطلع بادر، لانه نحن بدنيا ظهرنا فعلا احسن من بدنيا، على الصعيد البدني نحن احسن من لاحظتوا انتوا بعد ضربة الجزاء طلع المنتخب. انا شخصيا ما بحب، يعني انا اذا انا هو طمع بالمباراة، حب انه يعمل نتيجة، لكن بصير خطأ فردي بيغير لك كل اللي انت عم تشتغل عليه. صار خطأ فردي بالجول الاول، انا شخصيا قلت لك ماها مره ثانيه بعيده، اعوذ بالله من كلمه، انا طبعا بحب العب مفتوح، لكن هو بده يعمل نتيجه قدام المنتخب السعودي. هو اكيد لعب، عمل بلوك، اسلوب البلوك، وعلى اساس تنقطع الكره يقطعوا الكره يطلعوا على همام محمود وانس دهان وشو اسمه ومحمد مصطفى وزكريا رمضان. الإشكالية اللي صارت انه هذول اللاعبين وقت اللي عم يستلموها كمان كانوا عم يخسروها بسرعة. يعني انت اللي بدك تطلع عليه اللاعب، بدك تطلع عليه الفريق اللي بده يطلع عليه، يعني يستلمه ويمسك ويطلع الفريق، ما كانوا موفقين بهي. تقييمك بالوديات اللي لعبوا الكابتن محمد مع المباراة مع البطولة غرب آسيا، تقييمك له من العشرة؟ يعني أنا فيني، يعني هو لعب مباريات قوية المنتخب مع الأردن، مع اليابان، مع اليابان، حتى مع الإمارات، مع الإمارات. يعني كنا فايزين على الإمارات، على الإمارات الدقيقة الأخيرة جابوا التعادل، كنا فايزين على اليابان، تعادلنا 2-2. اليوم نحن المنتخب ما تحضر بشكل مثالي، تحضر بشكل جيد مقبول، ما هو مثالي. الفئات العمرية تحتاج لمباريات دولية، لاعب الفئات العمرية يحتاج لمباريات دولية. اليوم ما بيكفي هون تلعب 12 مباراة بالدوري، وشفت انت مباريات دوري الشباب ما لها مباريات ذات مردود ايجابي، لانه الملاعب
اساسا الملاعب يعني صف ثاني فيك تقول، وان الملاعب الاساس ما أنا جيده يعني تحتاج لشغل كتير الملاعب، وبتحتاج لدعم حكومي بصراحه. يعني الاتحاد الرياضي ما بيقدر لحاله يقوم فيهم يعني. فانت اليوم الدوري 12 مباراه ما بتطور اللاعب، لازم يعني الناس تعرف انه انا مع يعني انه اليوم 12 مباراه ما بتطور لك لاعب، تبعث لك لاعب جاهز على المنتخب الشباب. منتخب الشباب يحتاج الى مباريات وديه كتير وناشئين، يعني انت بدك اللاعبين يحتكوا دوليا مشان يكتسب الخبره الدوليه، مشان ما يخاف يلعب يلاعب فريق. يعني المنتخب السعودي جاي من كازاخستان مشارك بدوره، كان جورجيا وسلوفينيا وكرواتيا ولعبان مباريات ثقيله وجاي. نفس الشيء الاماراتي كان بتركيا مثلا، المنتخب الاماراتي كان بتركيا. لكن انا بقول لك مباراه السعوديه انا شخصيا بفضل انه نلعب، ما دام انا شايف انه الفريق اقوى مني اجهز مني، كل مبادرين اكثر يعني كنا اجهز مني يعني. لكن انت اليوم اللاعبين احيانا ما بتلبي اسلوب المدرب او متطلبات المدرب، تكون مشتغل على شيء تصير متغيرات في المباراه بتغير لك اسلوب انت مشتغل عليه. ان شاء الله هالفتره الجاي يصححوا. في ايجابيات ما في ايجابيات؟ تقييم الكابتن محمد من العشرة ما في، انا ما فيك مو انت تقيم، انت ما في تقييم، ما تختزل منتخب بشخص مدرب. انت كشفت المنتخب عم يتطور عم يتحسن مع الكابتن محمد مثلا؟ هلا انت شوفه من قبل وشوفه هلا تغير كثير، يعني تقييمك فوق الخمسة فين ولا فوق تغير الستة. لا هو عن جد تغير كثير، يعني تغير كثير المنتخب. والدليل حيستمر الكابتن، والدليل انه هلا الدليل انه انت وقت استلم المنتخب ما كان في لاعبين عم تلعب من الشباب عم تلعب بالدوري الرجال. نعم صح، شفت صرت تشوف اللاعبين تطور مستواهم صاروا يلعبوا بالرجال. هلا انت بدك ما فينا نختزل منتخب بنقيمه، بدك تقيم المنتخب ككل. يعني انت منتخب انا بعتبر مشاركته كانت مقبولة كأول استحقاق. مقبولة ليست جيدة، مقبولة. كشفت له كتير انه ثغرات بخط الدفاع بحارس المرمى الهجوم. بالهجوم لازم نشتغل على الحالة الهجومية اكتر، يتطور الاسلوب فيها. اليوم عندك حارس المرمى بيقول لك لعب مكسيم، يعني انا حط حاله اي انسان محل المدرب، لاعب حارس مرمى عم يتمرن مع منتخب الرجال عم يستدعى لمنتخب الرجال، استبعد اخر نافذه حراس بقيمه عالمه وطه موسى وبقي هداك محمد ما عم يشوفه للحارس مكسيم. وتسأله للحضري قال له انه شلون وضعه، ما قال له باللحظات الحاسمة حيشيل، حتشوفه انه حيشيل المنتخب. عرفت كيف؟ اول مباراة اخطأ، ما هو مباراة فلسطين ما اجا غير هالطابتين على الجول بصراحة، الكرتين اللي اكلنا فيهم ما في غيرهم. نعم. يعني اجا شي طبيعي، انت حارس اخطأ مرة واحدة فشي طبيعي انت تعطيه هسه فرصة. نعم عرفت؟ وقت العطاء الفرصة الثانية بلعبة الامارات خلص اخذوا قرار انه بروحوا على عمر السويدان. عمر السويدان حارس منتخب، حارس الاولمبي تبع الكرامة، يعني اخذوا بطولة. عرجة لاعب نادي الكرامة اخذوا بطولة الاولمبي. قالوا لاعب الاتحاد لعبوا النهائي بالاولمبي ولعبوا النهائي بالشباب. محمود العمر لاعب رجال بالاتحاد. يعني انت اليوم شو اسمه محمد مصطفى لاعب رجال.
انا الزهان. فهو ماله يعني الناس تقول لك يعني هي في مصطلحات عم تشوفها على على الفيسبوك انه والله لاعبين حلبيه لاعبين، لا اكيد لا، يعني ما في مدرب بغامر بسمعته كرمال اي شخص ولا حتى كرمال اخوه ما بيغامر بسمعته. على سيره اخوه وصلت الكابتن محمد عقيل وائل عقيل كابتن وائل. لك يا اخي لو وصلته انا كنت انا اشتغلت بالاتحاد لو انا عندي واسطه. يعني انا حنجي على هالسؤال يعني انا عاوز كلمه انا لو انا واسطته لمحمد كنت شغلت حالي، يعني انا عندي رغبه اشتغل استلم منتخب استلم استلم مسابقه الدوري يكون لي دور او 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 او، لكن مالي يعني هن الجماعه ما فيها العلاقه بيني وبينهم والله، يعني علاقه عاديه جدا جدا. يعني انا زايرهم بالاتحاد مرتين زايرهم بالاتحاد ما في غيرهم يعني، وما في يعني ما في هالعلاقات وما في، بس انا عم شوف مين عم يشتغل وعم شوف مين ما عم يشتغل بالاتحاد، يعني انا عم شوف مين عم يشتغل ومين ما عم يشتغل. منتخب سوريا للشباب، هل محمد الكابتن محمد عقيل باقي مع المنتخب حسب اكيد تواصلك معه يعني وكذا، حيستمر يعني او حيمشي او يستقيل او يقال بعد شو اسمه؟ ما بعرف يعني ما حكينا بهي السيره، يعني عن جد ما حكينا بهي السيره. يعني اليوم منتخب تاهل لنصف نهائي، لعب نصف نهائي مع السعوديه والدوله المستضيفه، ف يمكن اول مره متاهل على النصف النهائي يعني الشباب اول مره. فانت اليوم بعتقد المرحله الجاي تصفيات راح يصير شغل احسن، في لاعبين هن جايبينهم بس ما بعتون انديتهم على البطوله، يعني على هاي البطوله غير رسميه ما بعتون في لاعبين لسه. سؤال اخير نطلع فاصل، بالتصفيات القادمه واثق حنتاهل مع الكابتن محمد مع اللاعبين راح يجوا؟ اكيد ان شاء الله حنتاهل ان شاء الله اكيد.